عبد الباسط هني يرسل كرة من جديد، إبعاد كرة والتقدم داخل الصندوق يتحرك فعلا، ما زالت خطورة هلدا فجر. المباريات الأخيرة يذهبوا بحثا عن الثلاثين أو الاثنين وثلاثين السنة الأخيرة في مواجهاتهم لم تنتهي. 91 تلك الفترة كانت في عز الآن كرة بتصل، هي تعود للواجهة ولواجهة الأحداث في دوري روشن العالمي. وفي هذا العرض الكرة فيها خطأ لمصلحة، ما زالت قائمة لمصلحة الوحدة إلى أقصى الجانب. الوحدة تقريبا يهيمن حاليا على منطقة المناورة كما نقول. الله إيجانو والحافظ، الكرة ذهبت إلى أقصى الجهة اليسرى، ما زالت لمصلحة العيسى، يتحرك من خلالها يحاول المرور، لمسة القادم بالنسبة للوحدة من سلمو. على الكل كرة من جديد، محاولة لمصلحة الوحدة، كمان فت في العمق، تحرك عن طريق الأطراف ذكية بإرسالها بالرأس. من يتابع رياض ينتظر كرة الرأس، كابري بهي تسديدة بفسان، عادت الكرة مرة أخرى لكنها انتهت إلى الأقدام الوحداوية. القيم العالية على مستوى حراس مرمى محمدي مندي، كرة بتصل لمصلحة النادي الأهلي من المباريات المعقدة، نجح في إنقاذها في اللحظة الأخيرة. باسط، عادت الكرة إلى مرمى محمدي لكن لدغة بلمسة ساحرة من فيجا، ينجح بجعل ماكسيمان في الانفراد وإعطاء السعادة للجماهير الأهلاوية. هكذا ينطلق الشوط الثاني. الأهلي كان قد صار الوحدة على ما يقدم، لاحظ كيف بعد الإصابة كرة من جديد فيها تحرك لعلاء حج، هذا لاعب وهو من يقف بوجوده الوحدة. حدث استعجال عبد العزيز نور، كانت فرصة مواتية لأن تشكل خطورة أكثر لو أرسلها إلى الواجهة. باستمرار نيس أمام أسلي، أمامك 10 دقائق بالكعب، هل ينجح؟ قائد بل من يلقبونه الرئيس، حالة كذا يسجل الثالث رياض في شباك منير محمدي. 3 للوحدة، هل تشعرون بقدرة على التقليص؟ أولا نعم، نعم من هذه قبل أن يسجل إيبانيز، مع ذلك يظهر الوحدة قدرة على العودة. كارا بعد أخرى.